التحية هي ما أستهل بها إطلالة اللحظة التي تجمعنا بكم مشاهدين ومتابعين عبر شاشة الشارقة الرياضية. حديث الصلاة يدخل معترك الإثارة بعد دخوله أسابيع الحسم، والمحصلة للموقف العام تجبرني أنا محدثكم إبراهيم الزعابي لطلب تايم أوت أعيشه معكم، فأهلا بكم. قبل الدخول في تفاصيل صالة السلة والحديث عن رحلة الذهاب لنصف نهاية الدوري، يسعدني في البداية الترحيب بالكابتن الغدير إمام محمود ميشو المحلل الفني لكرة السلة وكذلك المدرب العام لفريق الاتحاد الإسكندري. كابتن ميشو يا أهلا ومرحبا. أهلا بك. أنا وسهلا صفر. رحلة سعيدة إن شاء الله من الإسكندرية إلى الشارقة. الله يخليك. أنا أسعد بجد أن أنا متواجد معكم النهاردة ومتواجد في دولة الإمارات. الله يطول عمرك. وما بغريب انت على دورة الإمارات وعلى الدوري العام الموجود هنا. حدثنا في البداية وانت جاي من رحلة، شو جبت لنا من الاتحاد الإسكندري؟ جبنا كل خير الحمد لله، يعني جبنا أخبار كويسة ان الحمد لله الفرقة بتاعتنا في نادي الاتحاد الإسكندري دلوقتي ماشي كويس جدا. وانت هناك كابتن تتابعنا ولا ما تتابعنا؟ لا على طول طبعا، يعني شغال على الشارجة الرياضية ومتابع صالاتنا. اساس ما اقدرش، ده بيتي، البيت الثاني هنا يعني بعد نادي الاتحاد واسكندريه. انا هنا اشتغلت طبعا في نادي الشارع واشتغلت في النادي الاهلي. فما اقدرش، لازم المتابعه كاني بتابع الدوري المصري بالظبط هنا في الدوري الاماراتي بالظبط. واحنا متابعينك ونتائجك طيبه ما شاء الله هناك في مصر. الله يخليك يا رب. ربنا يخليك دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن. اتوقع ان حديث الصالات عندنا في دوله الامارات في هذا الاسبوع تحديدا في نوع من المتعه والاثاره، بنخصص الجانب عن الصالة في مصر والصالة هني علشان ناخذ مقدمة في الجانبين. تمام. مصر حبايبنا بلاش. تمام. الله يطيبك. تفضل كابتن، حدثني عن كيف تشوف الصالة بشكل عام عندنا هني قبل لا ندخل في يعني تفاصيل برنامجنا لهذا اليوم. لا أنا هنا يعني هو في بيبقى نوع من الاختلاف، حتة المشاركات دايما في الفرق. هنا الفرق يعني فيها متساوية، كل فترة بتلاقي في منافسات شوية. النهاردة نادي الأهلي كان في القمة، فترة بتلاقي نادي الشباب بدأ، نادي الوسط قبل كده كان في القمة دلوقتي. فهي فيها المتغيرات دي برضو بترجع للعائد في للمنتخب البلاد في الآخر، فدي أكيد بتأثر. النهاردة لما بتشوف النهاردة كل فرقة فيها من 3-4 لعيبة تالنت، بتلاقي فرقة بتطلع بتستقر شوية. فالحاجات دي كلها بتعائد على المنتخب. يمكن هنا بس الحتة اللي أنا لاحظتها حتة قلة الفرق، يعني احنا ما صدقنا ان كانوا 9 فرق. احنا الأول كنا متعودين على 7 فرق اللي بيلعبوا. صحيح. بعد كده دخل معانا فرقة العين ودخلت فرقة الجزيرة. فدي كله ده عائد للرياضة وكرة السلة في دولة وعاد الإمارات. فريق العين والجزيرة طبعا اعتذروا من دي الحتة دي. يمكن أنا وأنا موجود في مصر، يمكن أنا واحد من الناس يعني اتضايقت. أنا مش عايز، بالعكس أنا عايز كل ما بتزيد الفرق تزيد المنافسة، وممكن تكون القاعدة أكبر لاختيار لاعبين للمنتخب وبتعود لينا. يعني هتعود في الأول والآخر برضه هتعود للمنتخب. ما النهاردة تعود للمنتخب الإمارات، كل ما بتزيد الفرق دي النهاردة المنافسة بيبقى ليها شكل، ليها طعم تاني. عدد، كل ما بتزيد عدد الفرق بتفرق، يعني تفرق المنافسه. نعم طبعا. يعني احنا مثلا الفرق بقى مثلا في مصر دلوقتي احنا عندنا الدوري فيه 16 فرقه. نعم. فالنهارده 16 فرقه فيبقى في نوع برضو من المنافسات. أكيد. بتقدر تطلع لعيبه. فهي دي حته اتمنى ان فريق العين وفريق الجزيره ان شاء الله يبقى الامور عندهم وفي مجلس الاداره باذن الله تبقى افضل. نعم. ويرجعوا لنا ثاني باذن تعود الله. الامور بلا شك. ملاحظ عليك كابتن حاجه ما شاء الله عليك مع الابيض والاحمر، ان كان هني في الشارجه وهناك في الاسكندريه ابيض واحمر كذلك. لا احنا اسكندريه معروفين ان ابيض واخضر. لا بشكل عام الابيض معاك، شعار اسكندريه العام ابيض واحمر. لا اسكندريه معروفه ان هي شرف بك الاخضر. نعم. البداية سنجعلها من الصالة الخضراء وحوار الذهاب بين أخضر الببزر الجوارح الشبابي والأبيض الملك الشرجاوي. محصلة الحوار في سطور التغرير التالية. خسر الأبيض الشرجاوي جولة الذهاب نصف النهائي في كأس السلة الإماراتية أمام الأخضر الشبابي بعد مباراة متقلبة في فتراتها الثلاثة الأولى، جعلت من الصعوبة التوقع لمشهد النهاية الرابع.
والذي تدخلت الخبرة لحسمه من قبل الجوارح عبر العملاق تيلور وثلاثيات حسين وعلي عمر وجاسم عبد الرضا، والتي كسرت رتم التعادل في النقاط ووسعت الفارق في دقائق المباراة الأخيرة، والتي حاول من خلالها الملك الشرجاوي التعويض عبر الرميات الثلاثية والتي كانت أشبه بسلاح ذو حدين أتقن استخدامه النجم عموري، بينما لم يحالف ربعه التوفيق مما كان يتسبب في ضياع الفرص من تحت السلة والارتداد السريع والخاطف للأخضر الشبابي، والذي بدوره لم يتوانى في التسجيل وتوسيع الفارق لتنتهي مباراة الذهاب بفوز لأصحاب الصالة الخضراء بنتيجة 87 نقطة مقابل 84. مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب وفي هذه الأثناء سنشد الرحال إلى صالة الشباب وتحديدا في الممزر لنتحدث عما دار هناك. كابتن ميشو، أتوقع مباراة كانت غمة أو حامل اللقب عبر بصعوبة جدا عن ضيفة، نتكلم عن فارق 3 نقاط، رأيك في المباراة بشكل عام؟ أنا كنت موجود مبارح في المباراة، هي مباراة بصراحة ممتعة جدا، الفريقين أدوا، ولكن أنا شايف أن يمكن فريق النادي الشرقة كان أداؤه بالنسبة للمستوى العام كان أداؤه له أفضلية، وكان يقدر، يعني أنا شايف أن الجيم ده كان يعني من فرصة، والفرصة دي بتبقى صعب تكرارها قوي مع فرقة زي فريق نادي الشباب بطل بقيادة مدربه الكابتن أحمد عمر. نادي الشباب رغم اللي احنا بنتكلم فيه ده كله ما كانش في الحالة، البداية كابتن تحديدا كانت بداية مهزوزة جدا جد، لا لحد نهاية الجيم، يعني ما تصير أو عفوا ما تميل أنك أنت تشاهد بطل في هذه البداية، دخل المباراة أو بداية المباراة كانت لصالح الشارقة تماما. تمام، لأن الفرق أن لعيبة نادي الشباب كلعيبة أنا شايف امبارح أن هم ما كانوش مركزين التركيز بتاع جيم سيمي فاينال، نعم. يعني ده نص نهائي، فما ينفعش يبقى الفرقة نازلة، واضح من اللعيبة بتاعتهم أن هم مش مركزين. التركيز الوحيد يمكن اللي كان ظاهر على لعيبه الشباب هو اللاعب جاسم عبد الرضا، ده اللاعب الوحيد اللي كان مركز في الجيم، وده يمكن فرق معاه لانه حاطط يمكن 4 أو 5 رميات ثلاثيه هم اللي خلصوا فرقه الشباب، لكن التركيز وجاسم فعلا متى ما تبحث عن جاسم تلاقي جاسم يظهر في المواقف اللي يشيل فيها الشباب. كلمه السر هو امبارح في فرقه نادي الشباب هو جاسم، لكن باقي اللعيبه في اسلحه قويه جدا، راشد يمكن عمل البدايه شويه وبعد كده بقى بعيد تماما عن الجيم، يعني من يعني حاجات انا اول مره اشوفها يمكن في راشد امبارح كان راح على الباسكت كذا مره وايده في جوه الحلقه وبيضيع، ده كله ده بيبقى تركيز. الجيم مش لحد اخر لحد اخر يمكن 55 ثانيه او 54 ثانيه الجيم لسه انت مش عارف رايح لمين، صحيح. فدي تحسب لنادي الشرقه. يمكن الحته الغلط او اللخبطه اللي حصلت في نادي الشرقه ما قدرش يستغلها امبارح، ان كان اللاعب المحترف نادي الشباب انه كان عنده 4 فاول، وكان الكلام ده في الكوارتر الثالث في اول 3 دقائق، صحيح. فالنهارده هي دي كانت النقطه ان كان لازم نادي الشرقه يبدا يستغلها، ممكن تشتغل على فاول اخر وتكسب. هي دي، لكن نادي الشرقه عمل ايه؟ مش بنفس السيناريو. سيناريو نادي الشرقه من البدايه اعتمد على الرميات الثلاثيه من بره عن طريق عمر وعن طريق جاسم وعن طريق وليد وعن طريق حمد غابش، مشيت، ولكن لما نزل جاسم تحت مع اللعيب المحترف بداوا يلبسوا اللعيب الاجنبي بتاع نادي الشباب الفاولات، فهنا انت وصلت ال4 فاول، كان صحيح. المفروض يبدا يغير من السيستم، لازم كان يلعب انسايد شويه علشان حاجه من الاثنين، يا يعني الاجنبي بتاع نادي الشباب هيعمل الفاول الخامس ويطلع بره، يا اما اي واحد بيلعب عليه انسايد مش هيقدر يعمل معاه فاول فيبقى ايزي باسكت بول، نوع من الضغط عليه تضغط عليه علشان يرتكب الخطا معاك وتكسب في المقابل فاول. بالضبط، تكتيكيا كان يحتاج كذلك شغل من الخط كذلك كابتن. هي كلها هي بتبقى في المنظومه كلها، انت النهارده بتلعب على حسب الوضع اللي موجود معاك في الملعب، يعني الوضع اللي في الملعب النهارده بيقول لك النهارده ان في الوقت ده كنت محتاج ان انت تلعب انسايد، صحيح. يعني الذكاء بقى اللي حصل من كابتن احمد عمر عامل ايه؟ غير طريقه الديفنس بتاعته، ما يقدرش يلعب مان تو مان، صحيح. راح اقالب على اللعب زون علشان ما يحاولش ان يخلي اللعيب بتاعه يرتكب الخطا الخامس، والكلام ده كان بدري قوي في الكوارتر، انا بقول لك في الكوارتر الثالث، صحيح. لان الوضع الطبيعي
كابتن احمد عمر، يا اما هيلعب زون بحيث ان الراجل ده ما ياخدش فاول خامس، يا اما هيطلعه بره. كابتن بشكل عام سيناريو البدايه لم يكن مثل سيناريو النهايه. البدايه الشارقه تفوق، تقدم، كان الند الاقوى، في الختام السيناريو اتجه للشباب وهو من توج فيه او هو من كسب نقاط المباراه. هي فرقت في حته الخبره. نعم. يعني خبره لاعيبه نادي الشباب اكبر شويه من لاعيبه نادي الشارقه، مع الرغم ان كانت برضو كان في فرصه جات ان ممكن ترجع نادي الشارقه في الجيم، يمكن في اخر، خصوصا انت بتتكلم في اخر 55 ثانيه. صحيح. ان حصل يمكن حتى التايم اوت، مدرب نادي الشباب كابتن احمد عمر عايز كان يعمل فاولات عشان يوقف الكوره. نعم. جت في الاخر عمر واقف على الثلاثه بونت لوحده، لو الكوره دي كانت جت كان هيحصل اكسترا تايم، كان ممكن. صحيح. تقلب الدنيا على فرقه نادي الشباب. فهي بس حته الخبره وحته اللعيب ازاي يقدر ياخد ديزيجن، قرار. فهي القرارات اللي خدها نادي الشباب هي اللي خلته خلص الجيم في الاخر بالفرق ثلاث نقاط. صاله الشارقه ستكون المسرح يوم الاحد، مباراه واعده تنتظر دوري السله بشكل عام. هل يستطيع الشارقه ان يثبت نفسه انه هو قادر على التغلب على الشباب، رغم ان الشباب كان في مباراته على ملعبه مش بكامل عافيته؟ جيم يعني توقعي او توقعي يعني البسيط، بقول ان جيم اللي هيبقى في نادي الشارقه مش هيبقى بالسهوله. لا. اللي كان موجود في صاله نادي الشباب. يعني انا بقول ان نادي الشباب ما اعتقدش ان هيبقى بنفس عدم التركيز من معظم لاعبيه بالطريقه دي، فلا الجيم هيبقى صعب. انا شايف او وجهه نظري بقول ان كانت فرصه لمكسب نادي الشارقه هو الجيم ده. الجيم ده كان هو ده اكتر فرصه، لان الحاله زي ما انت قلت حاله نادي الشباب يعني ما فيش تركيز، ما كانوا في يومهم الشباب خالص. وهذا ما جعل الشباب ممكن في بدايه المباراه يظهر بشكل مهزوز. واضح كابتن. مشاهدينا الكرام، اذا كان حوار الممزر من الصعب التكهن بصاحب نقاطه، فان لقاء الصاله الحمراء بين فرسان ديره واصفر زعبيل كان اشبه بلقاء من طرف واحد. نشاهد السطور التاليه. أبت صالة الأحمر الملكية أن تبتسم لخصم ملعبها الأصفر الإمبراطورية في ذهاب النصف النهائي لكأس السلة، وانحازت لفرسان ديرة لعبا ونتيجة بعد مباراة من جانب واحد تسيد فيها رجال الألماني بيتر الصالة منذ الفترة الأولى، وذلك عبر الهجوم الضاغط والفاست بريك السريع الذي كان السر في تألق الأهلي، بالإضافة إلى لمسات عمالقة الفرسان في الرميات الثلاثية والتي جانب معظمها التوفيق، وساهم في توسيع فارق النقاط في الفترتين الثالثة والرابعة. بينما الوصل الذي تأهل إلى النصف النهائي عبر دور تكميلي وضح تأثره بالغيابات الكثيرة في صفوفه، ولم يظهر بالصورة المعهودة التي كان عليها في الدور التكميلي، ليخسر اللقاء بنتيجة 113 نقطة مقابل 72 وبفارق كبير وصل إلى 42 نقطة. مشاهدينا الكرام، الأصفر كان باهت اللون والأحمر كان متوهجا، استطاع التغلب فيه على ضيفه بلا شك. كابتن ميشو، تحدثنا عن الأصفر اللي ما كان في يومه تماما، غايب تماما. إذا ما تحدثنا عن الجوارح، الجوارح عاد، إلا أنه الوصل كان باهت جدا بلونه. فريق الوصل بيلعب برضه على قد الإمكانيات اللي عنده. نعم. من سواء اللعيبة المحليين أو اللعيب الأجنبي، واضح أن في لسه بيبنوا فرقة، أغلبية لعيبة الوصل لسه من الشباب الصاعد. بيلعب فرقة زي فريق النادي الأهلي، أنت عارف فريق النادي الأهلي طبعا يعني بطل خليج وبقاله كام سنة متربع، يمتلك من أفضل لاعبين الدولة، رغم يمكن كمان الأهلي هذا ما يجعلني كابتن ميشو عفوا ويجعل كذلك مشاهدينا الكرام أن يجعل الأهلي دائما وابدا هو المرشح الاول للوصول الى عتبه النهائي. بالضبط، لان فريق النادي الاهلي اكثر فريق يمتلك لاعبين موهوبين. يعني النهارده بتقدر بتبني المنتخب الامارات من لعيبه النادي الاهلي. صحيح. يمتلك لعيبه النهارده يعني بتبقى صعبه شويه من تكرارها. لعيبه تالنت زي ما بيقولوا، يعني يلعبوا في اي مكان، يعني يلعبوا في اي مكان. صحيح. لعيبه حافظين بعض.
خاصة لمشاركات الأهلي اللي كانت مشاركات قوية وقوية جدا، إذا ما تحدثنا على مستوى الخليج في بطولة دبي الدولية، العديد من المشاركات اللي صقلت لاعبي الأهلي بهذا الشكل وجعلتهم نجوم الكرة في دوري. طبعا طبعا النهارده انت بتتكلم في فرقة يعني أبطال خليج سنتين، يعني آخر سنتين النهاردة لما بيشاركوا يمكن من الفرق المميزة جدا في دولة الإمارات، النادي الأهلي لما بيشارك في بطولة دبي الدولية فرقة يعني بتمشي مع جميع الفرق سواء من لبنان أو صحيح. المغرب أو الجزائر، بتلعب وبتكسب وبتوصل فاينل، وكانت ممكن تكسب. لا، عن اللعيبة، نوعية اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي تمتلك أنها تقدم أرقام وأرقام كبيرة جدا. بالرغم خلي بالك أنا يعني الفترة الأخيرة هم آخر أسبوعين دول يعني عشان أنا يعني متابع ومعا مش منتظمين كمان في التمرين. نعم. في يعني بعض الامور عندهم المشاكل عشان الدوامات يعني برضو الامور. نعم. لسه ما وصلتش، ولكن هم ده الفرق بقى بين اللعيب التالنت اللي هو بيعرف. نعم. امتى ينزل بمركز، امتى بياخد القرار المظبوط، هي دي ده الفرق. نعم. بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه الوسط، انما لعيبه الوسط لسه يعني الغيابات كابتن ممكن نعذر فيها الوصل، نعطيهم عذر ولو لم يكن كافي، ولكن بعض الاسماء التي غابت عن المباراه ممكن يكون عذر مقبول للوصل ظهوره بهذا المستوى. اكيد طبعا اي النهارده اي لعيب بيغيب طبعا بيأثر مع فرقته، ولكن زي ما انت بتقول مش هو العذر الاساسي. احنا بنتكلم فرقه لسه يعني بيبنوا فرقه، لسه طالعه لعيبه من الشباب لسه طالعين، دي محتاجه وقت. يعني النهارده تقدر تقول لهم ان هم انجاز اللي هو وصل دلوقتي انه دخل في المربع النهارده. نعم. فرقه الوصل ما هي شبه فرقه النصر، شبه فرقه بنياس. فرقه بنياس النهارده السنه دي عامله موسم كويس جدا. نعم. فالنهارده انها تخش في الكلام ده كله وتقدر تطلع، فدي حاجه كويسه بالنسبه لهم. ما قدمه احمر ديره من اداء برهن بانه العمود الفقري لسله الكره الاماراتيه، وبدونه تشهد اللعبة تراجعا في شعبيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما هو يخشى عليه في المرحلة القادمة والتي كثر فيها الحديث عن تجميد اللعبة في الصالة الحمراء. تداعيات هذا التجميد في سطور التقرير التالي. نعم، أحمر ديرة هو فارس السلة الإماراتية، وهو أول من كتب تاريخ مجدها في موسوعة الشرف وصاحب الصيت والسمعة في البطولات المحلية والخليجية والعربية والقارية. هو العمود الفقري لسلة المنتخبات والوجه المشرف الذي تتباهى به اللعبة عند النزال، وإذا اختفى هذا الوجه فعلى السلة الإماراتية بنجومها ومنتخباتها سلام. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يتداركها الجميع، سواء اتحاد اللعبة أو لجنة المنتخبات. فإذا تجمد نشاط اللعبة في القلعة الحمراء فإن اللعبة برمتها ستذهب تحت الصفر من جراء هذا التجمد، وستفقد الجزء الأكبر من شعبيتها، إذ لم يتحرك اتحاد اللعبة ورجله الأول إسماعيل القرقاوي من أجل إبقاء الأهلي قلعة تزين اللعبة وتجمل معانيها، خاصة وأن رئيس الاتحاد له مكانة كبيرة في قلوب الفرسان وبإمكانه وضع الحلول للخروج من المأزق. علينا أن نعود بالتاريخ لعقد من زمن حتى نؤكد توجسنا لمستقبل اللعبة في حالة تجميد نشاطها في الأهلي، حيث كان العناب الوحداوي هو سيد كرة الباسكت في بداية ألفية القرن، ولكن قراره المفاجئ بتجميد النشاط كان أشبه بعاصفة اقتلعت الأخضر واليابس وهوت بالسلة من القمة للقاع، واختفى بريقها خليجيا وعربيا وقاريا ودوليا. الأحمر الملكي نفض يداه من البطولة الدولية التي انتهت وغاب فيها اسمه، والبطولة الخليجية القادمة التي يحمل الأحمر الملكي لقبها غير واضحة المعالم بالنسبة للمشاركة، رغم أنها البطولة التي تمثل البوابة الرئيسية للعديد من البطولات، خاصة وأن الفائز بها يتأهل مباشرة لبطولة أندية القارة الصفراء والتي سبق للأهلي أن حقق فيها إنجاز المركز الرابع. الإمساك بالمقص ليس الحل، بل هو الطريق الأسهل للتنصل وعدم القدرة على إيجاد الحلول، ولا نعتقد بأن الأحمر ورجال صرحه ومن خلفهم اتحاد اللعبة يفتقرون الحلول للخروج من المأزق الذي سيكون أشبه بتسونامي يضرب اللعبة في مقتل.
مشاهدينا الكرام، رسالة لمن يهم الأمر: إذا كان العقل والمنطق يتحدث أن العمود الفقري هو سبب في حركة الإنسان بشكل طبيعي، فأن الأهلي هو ذات العقل وذات المنطق، من يتفق كذلك أنه العمود الفقري لكرة السلة وسبب تقدمها في دولة الإمارات. كابتن ميشو، العمود الفقري لدولة الإمارات قد يوقف، وإذا ما أوقف هذا العمود أتوقع راح نخسر عدد كبير من اللاعبين، راح نخسر فريق له وزن، له حجم كبير جدا على المستوى الخليجي، على المستوى القاري، كذلك على مستوى مشاركته في بطولة دبي الدولية. القرار ده يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه ما يحصلش، لان ده القرار ده لو حصل ده معناه انهيار كرة السلة، انهيار كرة السلة بالكامل. نعم، يعني انت بتاخد قرار هتحس بالقرار ده، بخطأ القرار ده قدام، لان النهارده انت بتاخد قرار لفرقه، يعني مش اي فرقه كمان، انت صحيح. بتتكلم في فرقه بقالها سنين هم يا واخده جميع البطولات في دوله الامارات. نعم. فرقه هي اللي واخده بطولتين خليج ورا بعض، ودي يمكن ما حصلتش من اي فرقه. ولكن كابتن اعذرني على المقاطعه، رقم هذه الالقاب ورقم كثره الالقاب كانت محليه وخليجيه وحتى عربيا، الاهلي اعتذر رسميا عن مشاركته في الخليجيه، اعتذر عن بطوله دبي. لا يوجد دخان من غير نار، هناك بعض البوادر اللي لا تطمن بخير، خاصه عشاق السله، ان هناك امرا ما يحدث في لكره بس السله. انا معك، هم اعتذروا عن بطوله دبي الدوليه. نعم. فعلا، بس اللي انا عارفه وان لا، ان بطوله الخليج احتمال هيشارك فيها. نعم. يعني انا عارفه ان وده اللي احنا نتمناه بصراحه، لان ما ينفعش الفرقه يعني العام هي اللي بطلت الخليج. هي المشكله يعني انا عايز اقول لك حاجه، المشكله دلوقتي مش من ما بين النادي الاهلي والاتحاد، لا، هي المشكله في النادي الاهلي، يعني هي المشكله في النادي الاهلي. نعم. علما كابتن ميشو، عفوا، لابد كذلك ان نوضح للساده المشاهدين وكذلك لكافه اقطاب النادي الاهلي، ان ما يدور من حديث هو من حبنا وحرصنا على تواجد سله الاهلي ولتواجد ابطال الاهلي ولتواجد نجوم الاهلي، نحن ما نكن الا الاهلي كل احترام وتقدير، وحديثنا عن هذا المحور تحديدا لثني مثل هذا القرار اذا كان موجود، لانه لا يخدم كره السله في الامارات. مش هيخدم، لان هنرجع ثاني ورا، يعني هنرجع زي ما حصل في الالفينات. نادي الوحده النهارده كان فريق الوحده، صحيح، كان هو المتسيد البطولات وخليجيا وعربيا. احنا النهارده مش عايزين يعني ناخد خطوتين ونرجع، صحيح، 15 خطوه ورا. النهارده النادي الاهلي فعلا هو العمود الفقري فعلا لكره السله في دوله الامارات. النهارده المنتخب القومي، منتخب الامارات، نعم، اساس المنتخب بيعتمد على اكبر عدد لاعيبه من داخل النادي الاهلي. فالنهارده القرار هو قرار، مش انا مش بتكلم على نادي، يعني الموضوع اكبر من ان انا اتكلم على نادي. النهارده قرار بتكلم على منتخب بلد. نعم. النهارده لما بتعمل كده انت ما بتضرش نادي او ما بتضرش دوري الامارات، لا، انت بتضر منتخب الدوله نفسها. فدي الكلام ده لا طبعا، يعني قرار ما ينفعش، وخصوصا ان الامور انا شايف انها ممكن توصل للحلول، يعني أكيد. الحلول بتاعتها مش حاجة صعبة قوي. واضح، هذا ما نتمناه كابتن ميشو، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر فرقة الأحمر، وبالعكس إحنا نطالب بمزيد من الأندية، فما بالك انسحاب العمود الفقري. نتمنى بلا شك كل التوفيق لأحمر الإمارات اللي هو فرسان الإمارات في لعبة السلة. نتائج العامة لمرحلة الذهاب ومباريات مرحلة الإياب نتابعها عبر الجداول التالية. مشاهدينا الكرام، نعود هذه المرة مع مرحلة الإياب. كابتن، أتوقع مسرح الشارقة سيكون صعب على الشباب وصعب على الشارقة أنفسهم، لأن خسروا في مسرح الشباب. أيوة، المكسب الوحيد اللي عمله نادي الشباب في المباراة الأولانية مش فنيا، هو المكسب أنه هو طالع بالجيم ده، أنه هو طالع كسبان 1-0.
ده المكسب اللي هو عمله بالحاله اللي كان فيها لعيبه نادي الشباب. صحيح. بالحاله اللي ما كانوش فيها بنسبه كبيره بعدم تركيز فريق نادي الشباب، دي المكسب الوحيد اللي حصل بالنسبه للشباب. نادي الشرق النهارده لا بديل له، ملهوش بديل تاني الا يطلع بالمكسب، وخصوصا الجيم على ملعبه، ويحاول يعوض الخساره اللي هو خدها في الجيم بتاع امبارح. فريق الشارقه اداؤه في تحسن، بس هي العمليه بس محتاجه شويه تركيز شويه، او كيفيه اللعيبه يعرفوا بس ياخدوا حته القرارات بتاعتهم. نادي الشباب على ما اعتقد برضو ان مش هيكون بنفس الحاله، يعني الجيم مش هيبقى سهل، فالجيم ما تعرفلوش النتيجه بتاعته. كابتن امام محمود ميشو، الشكر والتقدير لك، اثريت بلا شك الاستديو وقدمت لنا كل نفع وفائده. ربنا يخليك، انا سعيد جدا وتشرفت كذلك بالتواجد معك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ومن السلة وما أحدثت محصلة ذهاب نصف النهائي إلى قدم الصلاة والجولة 18 التي زادت من رتم إثارتها، والتي نستهل محطاتها بالقمة التي جمعت نمور كلباء بضفرة الصدارة. الحوار في تفاصيل السطور التالية. أصر النمر الكلبوي أن يعطل الرياح القادمة من الغرب في كرة الصلاة، وأن يضع حدا لاتساع المسافة بين ظفراوي الغربية وملاحقيه، حيث لقاء عاصف تسيد بداياته النمر الكلبوي لعبا ونتيجة، حيث كان له سبق التهديف في الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه متقدما بهدف، وبتكتيك رائع من ساحر الدكة كان له مفعول السحر في تقدم النمور في مشهد البداية، ولكن هذا المشهد تغير كليا في الشوط الثاني، والذي طبق من خلاله مدرب الظفرة أسلوب اللاعب الزائد، ومثل بهذا الأسلوب الضغط على النمور ليعود الظفر مجددا للمباراة ويشعل دقائقها الأخيرة والتي لم تشهد أي تغير في النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في تفاصيل محصلة البداية، سعدنا نرحب بضيفي الكريم الكابتن سرمد الزجالي. كابتن أرحب بك. يا مرحبا فيك. مرحبا. ودائما مميز في صالة كرة القدم. الله يسلمك حبيبي. كابتن سرمد، حدثني عن الجولة 18 وما شاهد فيها بشكل عام، ونظرة عامة على هذه الجولة. الجولة 18 كانت فيها شوية نوع من خلينا نقول التحفظ الهجومي، شفنا معظم المباريات يعني أهدافها قليلة، في مباريات انتهت بال1-0، مباريات كانت بالتعادل 2-2. اتوقع الفرق الان اللي في نص الجدول تركيزهم اختلف الى او بوصله تركيزهم اتجهت الى الكاس، لكن الفرق المقدمه ما زالت تحاول وتصارع ان يعني تكسب نقاط لتضغط على فريق المتصدر الظفرة. في عالم كرة القدم، سواء كان في الصالة أو سواء كان في كذلك الملاعب اللي هي العشب، هناك عقدة للفرق معينة. صحيح. اتحاد كلبة يثبت أنه هو عقدة معقدة جدا للظفرة. اتحاد كلبة، شوف المعروف عنه في كرة الصالة، اتحاد كلبة في ملعبه من أصعب الفرق اللي أنت ممكن تجاريها. صحيح. وكذلك أنهم كلاعبين، أنا كذا مرة يعني أشد فيهم وقلت أن لو أي فريق رياضي عنده الروح اللي موجودة في اتحاد كلبة يمكن يجيب بطولات يعني بأسهل الطرق، لأن عندهم روح غير طبيعية. صحيح. القيادة الفنية كذلك سرمد، اعذرني على المقاطعة، القيادة الفنية الكابتن أحمد الساحر أتوقع عامل شغله شغل كبير جدا لقربه من اللاعبين. صحيح. معرفته بمعظم اللاعبين سواء كان لاعبين فريقه وكذلك اللاعبين الآخرين لتعامله معاهم سابقا. صحيح. هو كان موجود يعني ما كان بعيد عن كرة الصالات، كان فترة طويلة موجود مع كرة الصالات. نعم. وعودته اليوم على رأس الجهاز الفني في اتحاد كلبة، شفنا تغير كبير بين الدور الأول والدور الثاني في شكل اتحاد كلبة. نعم. نقدر نبارك لي الظفرة بالنسبة للدوري، الأمور محسومة خلاص؟ لو كان فايز هاي المباراة كنت بقول لك نعم نقدر نبارك له، لكن اليوم ما زلت سرمد يعني أنت ما تبارك لهم؟ لا، انا شخصيا ابارك لهم. شوف، لا اليوم انا بقول لك ليش. نعم. لان اليوم عنده مباراه باي، الجوله القادمه ما راح يلعب الظفره، ما راح يلعب المباراه. صحيح. دبا راح يلعب مباراته مع اتحاد كلبه، في حال فوزه راح يقلص الفارق الى 3 نقاط. نعم. بعد جولتين طيب، لكن الظفره كذلك عنده مباراه، وفي حال فوز الظفره راح يستمر الفارق ذاته، بيكتم فارق 3 نقاط.
لكن عقب عند بعد جولتين او جوله قبل الاخيره الظفره ضد دبل حصن. انا اتوقع اذا كل الفرق او الفريقين بالاحرى دبل حصن والظفره فازوا الجولتين الجايين نعم الجولة اللي بيلعبون ضد بعض هذه بتكون نهائي يعني. مشاهدينا الكرام، عدسة الشارقة الرياضية تواجدت في ذات الصالة التي لعب فيها الفريقين. نشاهد ماذا قال اللاعبين ونعود معك. نقطة أحسن من لا شيء، خصوصا كنا خسرانين 2-1 ورجعنا في النتيجة الحمد لله. فريق كلبة فريق بالعكس مستهل، فريق كلبة فريق قوي مقاتل يلعب شراسة، لكن الحمد لله هذه حق الكورة. الحمد لله لك يا رب على النقطة، واشكر صراحة الشباب ربعي ما قصروا، قدموا مباراة كبيرة. يمكن شويه الرعونه بضيع الفرص خلانا نطلع النتيجه هذه، لكن بشكل عام مجمل المباراه كانت طيبه الحمد لله، ويستاهلون فريق كلبه صراحه كل التقدير والاحترام. كنا متقدمين في بدايه المباراه، مقدمين مستوى متميز، لكن في بدايه الشوط الثاني شفت لعبوا علينا بلاعب خامس وكان ضغطهم قوي، وفريق الظفره صار فريق متصدر، والحمد لله على النتيجه. مثل ما قلت لك انا، احنا شغالين عليهم. النهاية هاي توافيج بيد رب العالمين، الواحد يوصل عند يقول حط بباله مستحيل لاعب يضيع، لكن ترى الكرة تدش مرات ما تدش. الظفرة يندب ضياع الفرص وكذلك يحمدون الله على النقطة. كابتن سرمد، لاعبي الظفرة يندبون حظهم في ضياع الفرص ويحمدون ربهم نقطة من ملعب اتحاد كلبة. بالفعل يعني شوف النقطة هاي راح خلينا نقول يمكن تفيدهم أكثر مما تضرهم، لأن لو طالعين هم كانوا خسرانين 2-0، لو طالعين من المباراة هم خسرانين كان الفارق يعني قل إلى 5 نقاط، ويمكن في احتمال أن يخسرون الصدارة، لكن اليوم هاي النقطة يمكن هي اللي بتعمل الفارق لحسم البطولة. نعم، لاعبي اتحاد كلبة قال احنا شغالين عليهم ونحاول قد ما نقدر ان احنا نعود، شفتوا الفريق قبل وشفتوا الفريق الان، الامور في تطور، فعلا اللي يشوف اتحاد كلبه هناك تصاعد في رتم المستوى، تقدم هدفين على المتصدر، رجع المتصدر هو من عاده اتوقع يثبت كلامه ويبرهن ما قاله. صحيح، يعني شوف الاتحاد كلبه اتوقع كاداء هم في مؤشر الاخضر، خلينا نقول ادائهم ثابت في معظم المباريات، في المباريات اللي خسروها بفرق كبير مثل مباراتهم ضد الشارجة، لكن اللي كان يتابع المباراة يعني يمكن فوق 40 فرصة محققة لاتحاد كلبة كانت ضايعة. صحيح، بأقل المجهود الشارجة كان يسجل. فاليوم اتحاد كلبة أتوقع أحمد الساحر حاط برنامج يجهز الفريق للكاس، واليوم هذا أكبر دليل أو أكبر اختبار للعيبة اتحاد كلبة. تستشف من التصريح شغالين عليهم يقصد الظفره ولا الفرق بشكل عام؟ لا اعتقد هو شغال على لعيبته، يعني هو شغالين عليهم انه يحاول. لا لانك بعد كذلك تشتغل على مساله انك انت تفوز على فرق الصداره. صحيح، هذا مو بشيء بسيط، اتوقع اذا كانت الروح موجوده انك انت تتغلب على المتصدر تستطيع انك تهزم كل الفرق الموجوده. صحيح، لو شفت لاعب الظفره الملا شو قال؟ قال فريق اتحاد كلبه فريق شرس، يعني اليوم هذا الفريق لما انت تلعب مع فريق ما يهاب الخسارة هني أنت ممكن تكون في ورطة، غير أن فريق يمكن يخاف عشان يخسر أو يخاف أنه يسجل عليه هدف. فالفرق اللي ما تهاب شيء هاي هني اللي متعة كرة القدم وبالذات في الصالات. صحيح، وإلى الصالة الزرقاء ولقاء العميد النصراوي مع أبناء الخور فريق الخليج. التفاصيل في سطور التقرير التالي. انحازت الصالة الزرقاء لأصحابها وابتسمت لعميد الكرة بفوز مستحق على خليج أبناء الخور بهدفين دون رد في مباراة رفض العميد النصراوي التفريط في نقاطها، وذلك عبر سيناريو مدروس ارتكز على الهجمات من الأطراف من أجل فتح الثغرة في العمق الدفاعي لضيف الأرض، مما ساهم في وجود المساحات التي استغلها كل من طارق وبلال النصر في إحداث الفارق والتقدم بهدفين. عجز أبناء الخور عن تعويضهما بسبب العشوائية وعدم القدرة على إنهاء الهجمة بصورة صحيحة بسبب صلابة الدفاع النصراوي وبراعة الحارس العلي الذي حال دون دخول الأهداف وتصدى للعديد من الكرات الصعبة، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لصاحب الصالة أدخله زمرة كبار اللعبة.
ستة أهداف كانت من الظفرة هدية للنصر، كانت كفيلة باستعادة عافيته. كابتن سرمد، بعد السداسية عاد النصر ليؤكد أنه قادر أن يحدث الفارق، وأن اللقاء المتصدر كانت هناك كبوة كبيرة وكبيرة جدا صاحبت العميد. بالفعل يعني هم شوف مباراة مع الظفرة أعتقد كانوا نفسيا مضغوطين، بحيث أن يعني الأهداف جت في أول دقائق المباراة على النصر. الضغط النفسي اللي صار أنه أكيد كان هناك في تعليمات أنه في حال فوزهم على الظفرة راح يدخلون في دائرة المنافسة من جديد، وراح يضغطون على الظفرة أنه يعني راح يكون أكثر حذر في المباريات القادمة، مثل ما يكون عند يلعب بالراحة بفارق النقاط الكبير اللي عنده. فاليوم النصر أعتقد ما عمل حساب الظفرة بشكل صحيح. اليوم أنت تلعب، أنت الفريق الأقل نقاط، بتلعب مع فريق متصدر، أنت لازم تلعب على رتم أو لعب فريق الظفرة. النصر قال لأ، أنا بلعب على السيستم مالي أو على طريقة اللعبي في ملعب الظفرة، فبهذه النتيجة خسر بستة. اليوم شفنا المباراة عكس ذلك، النصر درس الخليج بالطريقة المطلوبة، عرف أن هناك في ثغرات من الأطراف واللعب في العمق بالشكل 1-2، سجل أهداف من خارج المنطقة. لأن الخليج يعتبر ثاني أقوى دفاع في الدوري، فاليوم تعرف أن من الصعوبة أنك تسجل، لازم يكون عندك أكثر من حل للتهديف. وشفنا أهداف النصر أتت من خارج المنطقة، وقدروا أن يكسبون نقطتين، ويحسب لهم هاي المباراة أن ما دخل عليهم هدف. فهذا مؤشر إيجابي، يعني راح نشوفهم أحد المنافسين في الكاس. كابتن سرمد، رغم حديثك عن صلابة دفاع الخليج، إلا أنه الخليج يترنح على جدول الترتيب، وليس هو الخليج بذات الشكل وذات المنطقة الذي كان يمتع جماهيره أولا ويمتع عشاق كرة الصالات. الخليج لا يسجل، الخليج يضيع فرص كثيرة، الخليج لا يعود إلى المباراة إذا سجل عليه هدف، لا يعود. هذا ما نشاهده وصولا إلى الجولة 18. شوف، هالموسم الخليج أعتقد كانت عنده تقلبات كثيرة، كان عنده خروج بعض اللاعبين المهمين للفريق. من بداية الموسم عنده كان إصابات، يعني ما كان يلعب أي مباراة في الدور الأول حتى لغاية الدور الثاني إلا وعنده 2 أو 3 لعيبة مصابين. فحاول أنه يدارك الوضع. أعتقد هناك بعد تكون في أشياء إدارية يعني تحسها موجودة في أرضية الملعب. اللعيبة نوعا ما، أنا أقول لك صح أنه يلعبون للشعار وهم كلهم من أبناء الخور ويعطون كل ما عندهم، لكن تحس هناك اللاعب في كرة الصالة إذا أنت اليوم ما تشجعه وما تدعمه بيك في الملعب ما عنده ذاك الروح اللي بيعطيك. بس كابتن سرمد، بعد لازم نعقب أن فريق الخليج تحديدا لم يتغير على المدى اللي هو القريب. بينما الفرق الأخرى قاعد تغير، دعم صفوفها. اليوم النصر عنده استقطابات، اليوم الظفرة يستقطب لاعبين وهو يملك كوكبة مميزة. اليوم الفرق شقارة، أنت إذا ما استمريت على ما هو عليه راح تكون المحصلة دائما في تراجع. أكيد، يعني شوف، أنا أتمنى أن نشوف الخليج قبل 3 مواسم. كان يعني فريق الخليج فريق مرعب جدا في الدوري. عدم استقطاب لاعبين جدد للخليج من الفرق الثانية، أتوقع لأنه بعد المسافة للاستقطاب اللعيبة من المدن الثانية. وإلى لقاء الإمارة الباسمة وحوار الحمرية صاحب الصالة بضيفه الملك الشرقاوي، نتابع هذا الحوار من خلال سطور التقرير التالي. ضمن حوارات الإمارة الباسمة وفرقها التي تنافس لضمان مكانة بين فرق الوسط، شهد لقاء الحمرية مع الملك الشرجاوي إثارة في تفاصيله، حيث الرغبة من كل طرف في الخروج من عنق زجاجة الهزائم في الجولات الماضية، مما أعطى الانطباع بإثارة كان مفجر بركانها حمد الجنيبي بهدف في الدقيقة الأولى وضع الملك في صدارة المشهد. ولكن سقط رمليحة أعاد الكفة بهدف في الدقيقة 8 لتواصل المباراة إثارتها، ولكن دون إحداث الفارق، لينتهي المشهد الأول بتعادل الكفة لاعبا ونتيجة، ليأتي الشوط الثاني وكأنه صورة كربونية للشوط الأول، حيث يعود الملك لإحراز سبق التقدم
الثاني مجددا عبر بن عاشور، ولكن لم يتأخر الرد من صاحب الصالة مليحة بهدف التعديل من السويدي، أبقى على سخونة المباراة حتى ثوانيها الأخيرة والتي انتهت بصافرة الحكم دون أن تعلن عن فوز كان يبحث عنه كل طرف. الحمرية يبحث عن النقاط أينما كانت ومن أي فرق أتت، فهو يجمع 3 نقاط في محصلة أو في الجولة 18. كابتن سرمد، من الجولة 18 تحصد 3 نقاط، الحمرية يخسر ثم يخسر ثم يخسر ثم يخسر، وهذا تعادل أتوقع نقول له مبروك عليه. للأسف الشديد يعني خليني أقول لك، هاي المباراة كانت يمكن الفرصة الوحيدة اللي بعد يعني 3 جولات المتقادمة بتكون مباريات صعبة نوعا ما على الحمرية، لكن خلينا نقول هاي المباراة كانت ممكن فرصة أو في متناول اليد للحمرية تلعب في ملعبك، وصح أنك تأخرت أنت مرتين ورجعت للمباراة، لكن كان بإمكانك أنك تطلع لأول فوز عندك في هالموسم. على الأقل يعني ما تطلع وانت يعني تدخل التاريخ من أسوأ الأبواب أنه ولا فوز في الموسم. نعم. كابتن، من خلال لقاءاتي مع لاعبي الحمرية دائما يكررون نحن نبني فريق، وبكل أمانة ونتكلم بكل واقعية صحيح. البناء هذا مش قاعد يثمر في نتيجة، فنتوقع أن في حاجة في الأساس مهزوز، وما أعرف إذا شاركني الرأي ولا لا. أكيد، شوف اليوم أنت تبني فريق، إذا مليحة قالوا هالكلام نعم أنا معاك، لأن مليحة جايب لعيبة جدد، لعيبة من كذا فريق يسيبني يعمل توليفة حلوة للفريق، لكن نعم. اليوم الحمرية أنت تتكلم عن فريق مؤسس في هاي اللعبة نعم. وفريق نفس اللعيبة خلينا نقول 70% من اللاعبين اللي يلعبون اليوم كانوا موجودين مع الفريق الموسم السابق، ولعيبة يعني وصلوا إلى المنتخب، محمد عاشور، خالد سقطري نعم. عندك لعيبة يعني على مستوى عالي جدا، واي فريق يتمناهم بامانه اقول لك اياها، لكن قصدي محمد عاشور في الشارجه، لكن نعم. خالد سقطري مع الحمريه اي فريق يتمناهم، لكن نعم. هناك في خلل اكبر من اتوقع انه امور فنيه. عدسه الشارقه الرياضيه كانت متواجده هناك في صاله الحمريه ورصدت لنا ردود افعال اللاعبين في نهايه المباراه، نتابع. الحمد لله اجتهدنا نحن في المباراه، حاولنا نلعب على الفوز، فريق الشارجة يمكن حاول يلعب على التعادل، سكر ورا لعبنا في الشوط الأول غلط 1 يابو التعادل، في الشوط الثاني نفس الشيء، هدية من عند ربيعنا وتعادلنا في المباراة. مبارك للفريقين، الحمد لله الكاربيتنا فرص ما استفدناها، والحمد لله يعني فريقي طالع من خسارة كبيرة، والكل يتكلم خسر الشارجة ونتيجة كبيرة، لا أنا أقول لهم هاي نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية ولله الحمد، الحمد لله لك يا رب. والله أنا مثل ما وعدت في بداية الموسم أني أنا أقول هذا الفريق أنا ما أطالب بأي نتيجة بعدم، ولكن على السنوات القادمة إن شاء الله بإذن الله لبصمة في خريطة كرة الصالات، هذا الفريق اللي الناس تطالب النتيجة، النتيجة بتي ولله الحمد، الفريق يفوز، الفريق يخسر، الفريق يتعادل، والشارع الرياضي يحكم، يعني ناس رياضيين، ناس مثقفين، متابعين الفريق ولله الحمد، ولكن أنا شخصياً مش مستعيل على الفريق والله، والجمهور أنا أقول لهم فالكم طيب، بتشوفون اللي يرضيكم. الحمد لله على التعادل، نقطة في ملعب الحمرية، مباراة ديربي، ما تعترف بأي تكهنات، ضيعنا فرص كثيرة، ما حالف ربعنا توفيق، لكن الحمد لله المباراة كانت يعني بالنسبة لمدربنا وبعض اللعيبة ديربي، لأنهم كانوا لاعبين سابقين في الحمرية، والحمد لله المباراة كانت حلوة، وأنا شخصيا كحارس استمتعت في المباراة، الحمد لله الحمد لله على كل حال. لقاء التعادل قد يرضي الفريقين، يرضي لاعبي الحمرية ولاعبي كذلك الشارقة اللي حمد الله على التعادل. سرمد، لاعب الحمرية بدأ يمكن بتصريح قال الشارجة لعب للتعادل، شخصيا اختلف معه، الشارجة تقدم عليهم مرتين والحمرية هو من عادل، بالفعل اتوقع ان الشارجة كان يطمح الى الفوز، وهذا ما استشفيناه من سطور مدربه. شوف الفريقين كانوا يطمحون للفوز، الحمرية وكذلك الشارقة، الحمرية كان عنده فرصة ذهبية ان اليوم يغلب الشارقة الجريح اللي جاي من نتيجة كبيرة، يحاول انه يكسب اول 3 نقاط، الشارجة كذلك يبي يعيد الروح، يبي يعيد خلينا نقول المؤشر الايجابي للفريق ويفوز في هاي المباراه مع فريق متذيل الدوري. نعم، تعقيبك على مدرب الشارقه وتحدث ان النتيجه طبيعيه وطبيعيه جدا، ما يطالب لاعبين بحاجه،
كل اللي مطلوب منهم يعني انهم يستمرون للامام. النتيجه اللي تحدث عنها كبيره، مدرب الشارقه يقول انها نتيجه طبيعيه. كابتن سالم عاشور معروف عليه انه هو دبلوماسي في تصريحاته. نعم. كيف انت تخسر من وصيف الدوري 1-0 لكن تخسر من متصدر الدوري بنتيجه كبيره؟ نعم. عرفت اليوم مقياس كابتن، النصر خسر من المتصدر بسداسيه. نعم. عاد قدم مباراه طيبه. لا اكيد انا معاك، لكن انت اليوم تتكلم مع ان لعبت مع دبل حصن وخسرت 1-0 يعني باصعب الطرق ان دبل حصن طلع بهالنتيجه. نعم. لكن تلعب مع المتصدر تخسر بهالنقاط هالاهداف، اتوقع هو ما يبي يحط ضغط على اللاعبين، يبي يقول لهم ان هاي النتائج عاديه ونحن مو مستعجلين. فهذا يمكن اسلوب ممتاز جدا او تكتيك ممتاز جدا انك انت تشل الضغط عن اللاعبين وتخليهم يستمتعون في المباريات. ما زلنا في الامارات الباسمه، وهذه المره في ثكينات الكوماندوز الشعباوي الذي كان حواره كذلك صريحا مع ضيفه مليحه. نتابع. في بيت الكوماندوز فإن مشهد الدقائق الأولى لا يمكن أن يعطي الانطباع بالاستسلام، خاصة لو كان الشعب هو الخاسر لضربة البداية، وهو ما برهن عليه لقاء الشعب مع ضيف الصالة مليحة. فالبداية شهدت تناقلا جيدا للكرة وهجمات سريعة جعلت من الربع ساعة الأولى حكرا لضيف الصالة مليحة، والذي تمكن بفضل تألق الثنائي الكعب وعبد الكريم من إحراز سبق التقدم بهدفين متتاليين خلال 3 دقائق فقط، ساهما في الارتقاء بمعدلات الحماس في الصالة، حيث حاول الشعب جاهدا تعويض الفارق، وارتدى رجاله ثوب الكوماندوز وأشهروا أسلحتهم الهجومية، وتمكنوا بفضل أحمد سيف من تضييق الفارق قبل صافرة نهاية الشوط الأول، مما أعطى الدافع لدخول الكوماندوز شوط المباراة الثاني وهم متسلحون بروح الإصرار، وهي الروح التي حرك معنوياتها رجل المباراة عدنان راشد، والذي سجل ثنائية من الأهداف أخرجت فريقه فائزا بنقاط الصالة، بينما مليحة صاحب شوط البداية دفع ضريبة تأمين أهدافه فخسر المباراة. لغة الكوماندوز كانت تغوى في الرد على فريق مليحة الذي تقدم في بداية اللقاء، لأن الكوماندوز كابتن سرمن يثبت أنه هو الأجدر بنقاط المباراة، وهذا ما تحقق للكوماندوز. بالفعل يعني هو لعب على خلينا نقول نقاط ضعف مليحة، سجل الهدفين هذه يمكن أربكت مليحة نوعا ما. نعم. خلته يكون عنده خلينا نقول تسرع في اللعب عشان يرجع للمباراة، لكن 3-2 أتوقع المباراة كانت حماسية وكانت في نفس الوقت ندية. نعم. قوية. لكن نرجع للنقطة رقم 1، دائما مليحة في سر المليحة، إذا تسجل عليه أولا راح يخسر المباراة. نعم. دائما يعني تشوف المباريات يمكن 99% خسرهم ما عدا مباراة واحدة سجل عليه مرة وفاز. نعم. لكن كل المباريات سجل عليه أول مرة هو اللي يخسر المباراة. تتفق معي أن مليحة كابتن يسجل لكن ما يقدر يحافظ على السجل اللي سجله مليحة، مجرد ما يسجل يعود لاعبين خلف الوسط، وكرة الصالات ما تعترف بهذا المبدأ. أكيد هذا، شوف اليوم في تكتيك مدربين، في مدرب يحب أنه يكون دفاع الضاغط، في مدربين يحب يلعب للنص ملعب، يعتمد على إمكانيات لاعبينه. لكن شفنا الأهداف اللي دخلت للشعب أخطاء فردية من مدافعي مليحة، مرات المدافع يعني خلينا نقول نوعا ما يستحي يطلع الكرة أوت إذا كان مضغوط، يحب إنه يحاور اللاعب، يحب إنه هو يكون الأقوى. لكن اليوم في حالتين، إنه يا تنقطع عنك الكرة ويسجلون عليك جول، أو أنت تشوتها للأوت ولاعيبتك يرجعون وتنظم الفريق من جديد. فبعد الثقافة هاي بعد مش موجودة عن معظم اللاعبين. بنهاية المباراة هناك في قلعة الكوماندوز تحدث لاعبي الفريقين لمراسل الشارقة الرياضية، وكانت لهم هذه الكلمات. نتابع. والله في بداية المباراة الأجواء كانت صعبة نفس ما أنت شفت، أخطاء كثيرة من فريقنا، بس الحمد لله على الشوط الثاني دخلنا داخل، سمعنا كلام المدرب، طبقنا التكتيك، فالحمد لله نفس ما شفت أنت جلبنا النتيجة وطلعنا فايزين. الحمد لله على الفوز، نشكر الإداريين وقفوا معانا وقفة حلوة هالمرة، والمدربين ما قصروا ويانا، ومجهود اللعيبة، تمارين وتمارين وتمارين، حطينا المباراة بعين الاعتبار، لازم نطلع 3 نقاط وما يحتفلون في ملعبنا. تعرف أن المليحة يضم 2-3 من الشعب،
وراحوا منهم، يعني كان تحدي قوي بيننا والحمد لله نحن طلعنا فايزين وهارد لك لهم. ما شاء الله الفريق بدا ياخذ السيستم اللي نحن من بدايه الموسم كنا نركز على هذا الاداء، صراحه اليوم كانوا يطبقون السيستم اللي نحن نبغاه. الحمد لله رب العالمين. صحيح الدور الثاني كنتائج لا انا مش راضي على النتائج في الدور الثاني، والدور الاول بس في الدور الثاني انا مرتاح من الاداء، ولكن الناس ينظرون الى النتائج، ولكن كاداء كابتن الحمد لله رب العالمين الدور الثاني ونحن ان شاء الله تصاعديا ان شاء الله. محصلة الكوماندوز في الدور الأول كانت نتائج إيجابية، في الدور الثاني أداء. كابتن سرمد مدرب غير راضي عن النتائج، راضي عن الأداء في الدور الثاني، الجماهير تبحث عن النتائج بغض النظر عن الأداء. صحيح، شوف كل فريق في بداية الموسم يكون عنده استراتيجية عمل. إذا أنت اليوم تدور على النتائج لازم يكون عندك المقومات الصحيحة في الفريق عشان تقدر تجيب هاي النتائج. في المقابل إذا أنت تدور كابتن بالأحرى وبالمنطق أن النتائج تأتي مع الأداء، يعني المفروض انه دام نعم. في اداء تأتي نتائج. صحيح. نعم. صحيح. في مرات يعني شوف ممكن اقول لك مباراه مبارتين ما عندك حظ، انت تلعب لكن تخسر، لكن مش كل يوم، عرفت؟ فلكن هناك في بعض المباريات في مؤشر، اذا انت اليوم مستواك 50% المباراه وخسرت، المباراه القادمه صارت 60% وخسرت، هذا مؤشر ايجابي في الاداء. لكن اكيد انا اتوقع الشعب اختلف تماما عن الموسم السابق، يؤدي مباريات قوية بالأخص في الدور الأول كان ممتاز جدا. نعم. أتوقع الدور الثاني صار عند الدروب، هذا طبيعي إذا تلعب أنت مضغوط في الدور الأول، شيء طبيعي أنت في الموسم الطويل هذا راح يكون عندك دروب، وأعتقد في بداية الدور الأول صار الدروب للشعب. بنهاية أحداث الجولة 18 نستعرض لكم المقاعد الذي اختارها كل فريق لنفسه، نتابع. أمرك بالصدارة ما زالوا يحلقون في الصدارة. كابتن سرمد، الظفرة دبل حصن ما زالوا يحتفظون بمقاعدهم. أفضل المستفيدين من هذه الجولة النصر اللي تقدم خطوة للأمام، باقي الفرق مكان أكثر. صحيح، اليوم أتوقع الأنظار كلها متجهة إلى خلينا نقول الثلاثة والأربعة في الأمام. نعم. إن كان الظفرة ولا دبل حصن على صدارة أو خلينا نقول على بطولة الدوري، إذا كان الأهلي، الخليج، النصر، هذه الفرق مرشحة دائما في بطولة الكاس. نعم. فالأنظار هناك طبعا موجودة. اليوم شفنا طبعا الأهلي خسر مباراته مع دبل حصن، لكن هذا لا يعني أنهم مش فريق مرشح للبطولة. كابتن سرمد، اتوقع انه الفرق اللي موجوده او ما حالف الحق الحظ عفوا انها تلحق في ركب الصداره اكتفت لتضع بصمه في الكاس. صحيح، يعني شوف في فرق اللي هي متعوده على بطولات القصيره او المدى القصير اللي هي ومن تاريخ اللعبه مبين، يعني اليوم اتحاد كلبه فاز كاس الاتحاد. صحيح. بنفس يعني قصير، الشباب وصل الى النهائي كاس الاتحاد كذلك، عنده المقومات انه يلعب. صحيح. بطولات التجمعيه او القصيره، يعني الكاس راح يفيدهم كثير. ممكن نشوف مفاجآت من إن كانت من الشعب أو من الشارقة، ممكن يعني تكون هناك مفاجآت، لكن أتوقع الـ الواقع
يقول الفرق الكبار اللي موجودين الحين في الدوري هم اللي مرشحين دائما أن يكونون في على الأقل نصف النهائي في الكاس. شكر والتقدير للكابتن سرمد زجال المسجد بلا شك بعد نهاية الجولة 19 اللي نتمنى التوفيق فيها لكافة الفرق المشاركة إن شاء الله. أما أنتم مشاهدين الكرام فقد انتهى التايم أوت المخصص لنا لهذا الأسبوع، وفي الأسبوع القادم هناك تايم أوت آخر في ذات التوقيت الذي بدأنا فيه أسبوعنا هذا وفي ذات اليوم. إلى الملتقى.